إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ثانينا وألف مبروك لجميع الفائزين في هذا المساء، حظا أوفر لمن لم يحلف الحظ. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ضمن هذه الانطلاقات والتحديات في هذا المهرجان، مهرجان الملك عبد العزيز، وفي هذا المركاض التمهيدي على أرضية ميدان الملك عبد العزيز. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، انطلق على بركة الله شوطنا الثامن الخاص بالقعدان، الحقايق والأربعة كيلومترات. يا من تتابعون وتراقبون مجريات الأمور، تقدم مع المركز الأول ليتابع انطلاقة مطروخ محمد بن حمد بن علي. الربيعان ينطلق بالمركز الأول، بينما المركز الثاني القادم والحاضر في هذه اللحظات تتابع المنطلق والمندفع مع ثاني الأسماء، من غير إلى مقدمة الشوط. يتقدم في هذه اللحظات شاهين عاي، أو في هذه اللحظات ينطلق راشد بن محسن بن علي بن طيثاب بن نديلة مع المركز الأول، يقدم لنا شوط. بينما المركز الثاني القادم والحاضر شعار ربيعان يتقدم في هذا التقدم وينطلق بشعار محمد بن حمد بن علي. الربيعان مع مطروخ، بينما المركز الثالث المندفع عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري، يقدم لنا الرمح مع رابع الأسماء. بينما خامس الأسماء الحاضر والمنطلق سمحون حشر بن ظفر الهاجري، يتقدم وينطلق برابع الأسماء. بينما خامس الأسماء الحاضر والمندفع في هذه اللحظات مرتب ينطلق بخامس الأسماء، يتواجد رايد بن سعيد بن يسلم الصيعري ينطلق بخامس الأسماء. هذا هو نداؤنا للخمس المراكز الأولى المسموح لها بالنداء، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الانطلاق الأول والكبير من شعار الربيعان. من ينطلق بالصدارة؟ يقدم لنا انطلاقة مطروخ محمد بن حمد. الربيعان السبيعي يتقدم بصدارة الشوط، بينما المركز الثاني القادم والحاضر في هذه اللحظات المنطلق شوط راشد بن محسن بن علي بن طيثاب، ينطلق بالمركز الثاني ويقير إلى مقدمة الشوط. بينما بن شريم يحضر مع ثالث الأسماء ويقدم لنا شعاره مع الانطلاق ومع التحدي، يقدم لنا الرمح مع في هذه اللحظات عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري، وخرابعا الوصول الانطلاق في هذه اللحظات من شعار حشر بن ظفر الهاجري، يصل وينطلق برابع الأسماء. بينما الوصول الحاضر والمنطلق من الجانب الأيمن، وتابع المندفع في هذه اللحظات براق ماجد بن محمد بن حمد المري، يتقدم وينطلق في هذه اللحظات، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى شعار ربيعان. من ينطلقون؟ أبناء القصيم يتقدمون، يقدمون انطلاقة وتحديات في هذه اللحظات. مطروخ محمد بن حمد بن علي، ربيعان ينطلق بالمركز الأول، ولكن من غير في هذه اللحظات؟ شعار النديلة يتقدم وينطلق ينطلق بصدارة الشوط. راشد بن محسن بن علي بن طيثاب ينطلق بالمركز الأول،
سينما القدوم. الحضور من براق ماجد بن محمد بن حمد المري والقدوم، الانطلاق من حشر بن ظفر الهاجري، ولكن براق مع المركز الأول يتقدم بالصدارة، ينطلق شعار المري، ولكن أبناء الشهيد أبناء الكويت ينطلقون ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله عليه وانطلاقاته. بينما الحضور أول نداء للقادم راشد بن محمد بن راشد الطراق الهاجري يقدم لنا الملفت، ولكن حشر يا حشر، حشر يا بن ظفر الهاجري، أبناء الكويت يقدمون الانطلاق، يقدمون هذه العروض الكبيرة مع انطلاقة شعاره، مع تحديات وانطلاقات في هذه اللحظات. سمحون حشر بن ظفر الهاجري انطلق بالشوط، والسلام يعبر من أبواب هذا الميدان إلى أبناء الكويت، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني كان وصول في هذه اللحظات بشعار راشد بن محسن مطيثاب مع شوط، وثالثا كان شعار وانطلاق راشد بن محمد بن راشد الطراق الهاجري مع الملفت، ورابعا كان وصول وانطلاق في هذه اللحظات راشد بن ناصر محمد بن شابل المري مع الباسل، وخامسا وصل في هذه اللحظات براق ماجد بن محمد بن حمد المري. تهانينا والف مبروك لحشر بن ظفر الهاجري على هذا الفوز وهذا الانتصار الكبير، قاطعا مسافة الأربعة كيلومترات بزمن وقدر 6 دقائق 17 ثانية 13 جزءا من الثانية، بينما من حلة ثانيا كان بشعار بن طيثاب مع شوط وتوقيته الزمني 6 دقائق 18 ثانية 51 جزءا من الثانية، بينما من حلة ثالثا شعار الطراق يقدم لنا الملفت راشد بن محمد بن راشد الطراق الهاجري وتوقيته الزمني 6 دقائق 19 ثانية 21 جزءا من الثانية. تهانينا والف مبروك. رابع المراكز كان وصول راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري مع الباسل، وخامسا كان وصول مشعل جابر بن عبد الله بن خلف الشمري مع خامس الأسماء. تهانينا وألف مبروك لهم على هذا الفوز وهذا الانتصار الكبير. أشواطنا مستمرة في هذا المساء، شوط يليه الآخر. إذن في هذه اللحظات أنقل المايك إلى الزميل في هذه اللحظات خالد الدعجان.